الاحتفال اللي كتعيشوه معنا اليوم واللي هو منقام بمناسبة تكريم أحد أهرام الميدان الرياضي، الميدان الرياضي عموما وكرة القدم خصوصا، وهو السيد حسن الصفريوي الغني عن كل تعريف. طرحت الفكرة ديال تكريم ديال السي حسن الصفريوي من طرف بعض قدماء لاعبين طنجة اللي سبق لهم أن لعبوا كرة القدم مع السي حسن الصفريوي لما كان يمارس كرة القدم بمدينة طنجة. ثم الفكرة تطورت فأخذتها جريدة طنجة، ثم جريدة طنجة جمعية الصداقة لمتقاعدي الأمن الوطني، لأن السي حسن الصفريوي عضو شرفي في جمعية الصداقة لمتقاعدي الأمن الوطني، وكذلك عضو لجنة الحكماء بنفس الجمعية. الحضور ديالي بنتي هنا استجبت لواحد الأصدقاء كنت عرفتهم في 61 و62، كنت هنايا في هنا داير ولدي هذا اللي وقف قدامي تزاد هنايا في ذاك الوقت، كنت تنشتغل في الأمن الوطني وكنت كنلعب بكرة مع فريق ديال الشرطة. بقى هاد الذكرى هذه وبعض الأصدقاء كانوا عندي وكنت كنت نأطرهم مزيان وكنتعاون معاهم بحكم أنني كنت مسؤول ديال الأمن الوطني هنا. وبقات هذه القضية سارية. هذه الأيام هذه اجتمعوا بعض القدماء وجاو لعندي وقالوا لي غادي ندير لك تكريم تا واحد المجموعة ديال الرياضيين. ما قدرتش نقول لهم لا، لأن حتى أنا كنبغي هاد الناس ديال طنجة والطيبوبة ديالهم والأخلاقيات ديالهم. الدور ديالي هو في التكريم ديال الصديق اللي عشنا جميع في كرة القدم ولا في الرياضة، الراجل اللي يستحق هاد التكريم هذا، وتنشكر الجمعية اللي دارت له التكريم. وأنا رشت من العملية جيت لأن عزيز عندي بزاف، شاركنا الكثير في الرياضة وراجل اللي يستاهل سير الرياضة في طنجة وسير الرياضة على الصعيد الوطني، والحمد لله اللي اعترفوا له بالتاريخ ديالو. وتنهني الجمعية ديال طنجة اللي دارت هاد الحفلة دي. الوجود ديالي هنا هو وجود طبيعي لأنني كنت لاعب كرة القدم مع الفرقة ديال طنجة، ولهذا ملي اتصل بي المنظم وقال لي بأن غادي يديروا هذا التكريم من حسن الصفريوي كان من الضروري أنني نجي نسلم عليه أولا ثم نشكره، لأن هذيك الأيام اللي كنا احنا مازالين مبتدئين وصغار عندنا 10 سنين و12 عام، وملي كان هو استطاع بواحد المجهود ديالو الشخصي وبواحد المساعدة خاصة للفرقة ديال طنجة استطاع أنه يطلعها، يعني ماشي بوحده ولكن ديك السنة اللي كان هو مسؤول على الفرقة طلعت القسم الأول. فلهذا احنا في الذاكرة ديالنا وفي المخيلة ديالنا كأطفال كنعتبر بأن هذه من الأمور اللي كتبقى راسخة إلى الأبد، غير تنعرف بأن اليوم تنحتفلوا بحسن اللي عنده 85 عام، حنا تنرجعوا لديك المرحلة اللي كنا فيها مازال نتعلموا كرة القدم مع الفرقة هذه، وتنجي باش نقول له أنا شكرا لأنك خليتي لي هذه الذكرى اللي هي من أجمل الذكريات اللي عندي وأنا كلاعب مبتدئ. تم استدعاء واحد العدد كبير ديال الصحفيين، عدد كبير ديال لاعبين كرة القدم الدوليين كالسيد حسن قصبي وعدد اخر من اللاعبين، ثم كاين شخصيات اخرى كالسي نور الدين الصايل، كاين سي حميد الدوش لونترينور القديم ديال الكوديم وهذا، وكذلك بعض الشخصيات اخرى اللي تنتمي الى الصحافه الرياضيه.